النقطة، لأن أنتوا في أشد الحاجة للثلاث نقاط، وخصوصا النهاردة بعد فوز المقاولين قرب منكم والدنيا تحت بقت صعبة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني النقطة برضو مش وحشة، يعني طبعا كنا عايزين الثلاثة بونت، بس يعني النقطة في الدوري بتبقى مفيدة، يعني في الآخر بتبقى مفيدة. نتمنى النتائج تتحسن. احنا متهيألي يعني قدمنا ماتش النهاردة كويس لحد ما. كنا كسبانين الماتش اللي فات منانا، يعني في الملعب كنا كسبانين، ف كنا يعني محتاجين ان المكسب يجيب مكسب، بس الحمد لله ان شاء الله الماتش الجاي نقدر نعمل حاجه باذن الله. بصراحه اللي حصل الموسم ده الام بي، انتوا لعيبه كويسه جدا ومجموعه من اللعيبه على مستوى عالي جدا، بس المفروض ما يكونش ده مكان ام بي في الجدول ولا الوضعيه بتاعته تكون كده. يعني طبعا ام بي نادي كبير وبيضم لعيبه كويسه جدا، بس الدوري السنه دي صعب. احنا السنه اللي فاتت عملنا سنه كويسه جدا، طبيعي ان انت يعني مش بتعمل مواسم ورا بعض بنفس الاداء. لو شفت تشيلسي واخد السنه اللي فاتت دوري السنه دي في المركز التاسع، فمش مقياس طبعا، ده مش مبرر ان احنا نبقى في الظروف ديت، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر نعوض، ولسه في الملعب في 30 بونت ان شاء الله. يعني مفيش قلق؟ لا ان شاء الله خير باذن الله. بشكرك كابتن صلاح، وبشكرك جدا، وبقول لك تفضل بقى، انت شكلك مستعجل. شكرا.